شهد نادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المرأة بين الثقافة والفنون. يتضمن الأسبوع عددا من الورش الحرفية والتراثية المقدمة للمرأة لتنمية مهاراتها ولقاءات تثقيفية وجولات ميدانية. احنا الحقيقة متواجدين النهاردة في محافظة دمياط في نادي المستقبل الرياضي بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، جايين مستهدفين فئة الفتاة والمرأة. الحقيقة في أنشطة وحرف يدوية. الأسبوع ده كان في حرف لتعليم المرأة جزء اقتصادي لها ان ممكن تتعامل بيه في كمشروع خاص لها، ورش النسيج وورش الخيامية وورش النول. يعني ناس كتير استفادت جدا منه في نادي المستقبل، نادي المستقبل بقصر دمياط بقصر دمياط الجديدة، ده تبع وزارة الشباب والرياضة. والهدف من الورشة دي في الملتقى ده إحياء التراث، وإن احنا بنعرف المرأة أو الستات اللي عايزة تبدأ شغل بسيط أو أي مشروع صغير، بنعرفها إيه أول حاجة، إيه هي الحرف التراثية، ونعرف الحرفة دي كانت بادئة إزاي وانتهت لحد إيه، وإزاي نقدر نطورها نخليها بشكل عصري. حرفة السجاد اليدوي بدأت تنتهي، وزارة الثقافة بقى لها فترة احنا بنطلع بنلف محافظات مصر كلها عشان نحيي الحرف، مش السجاد بس، نحاس وخيامية وكل الحرف طبعا اللي هي التراثية. طبعا انا اتكلم عن نفسي، انا جاي عشان اعرف الناس والاولاد. طبعا الحرفة المفروض اعرف الطفل اللي هو ما يعرفش عنها حاجة.